قبل ما نخش على الصحف كالعادة عندنا بعض الأخبار السريعة النهاردة. هبدأ مع حضراتكم مع برشلونة. برشلونة حضراتكم عارفين أنه بينتظر مباراة قوية جدا مع الإنتر بكرة في طبعا الجولة الثالثة من دوري الأبطال. وأعلن تشافي طبعا المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمباراة الإنتر المقرر زي ما قلت لحضراتكم بكرة إن شاء الله، دي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. يمكن شهادة اختيار تشافي غياب فرينك ديانج وجول كوندي طبعا المدافع الفرنسي وأراوخو برضو غايب، هكتور برلين وممفيس ديباي. الحقيقة مجموعة كبيرة من اللاعبين اللي هتغيب بكرة عن مباراة قوية جدا، مباراة قوية جدا على مستوى دوري الأبطال في أوروبا وكمان على مستوى برشلونة. برشلونة بيقدم في طبعا في الدوري الأسباني يعني متقدم دلوقتي، يمكن فارق الأهداف متصدر البطولة على حساب الريال، لكن كمان تشافي هيخسر كتير لعيبة من الطراز الرفيع. ولكن تبقى طبعا مباراة مهمة جدا جدا. برشلونة دلوقتي في المركز الثاني، هنتابع مع حضراتكم يعني كمان دوري الأبطال بالتفصيل، لكن زي ما بقول لحضراتكم مباراة مهمة جدا لتشافي ومجموعة برشلونة أمام البايرن أمام الإنتر بكرة إن شاء الله.